صباح الخير متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم وهذه الليلة. تبقى المملكة اليوم بمشيئة الله تعالى تحت تأثير المنخفض الجوي الذي هو مصنف من الدرجة الثانية والذي يؤثر على المملكة منذ تقريبا حوالي 36 ساعة ماضية. تبقى الأجواء على ما هي عليه الحال، غالبا غائبة مع هطول الأمطار ما بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة. كما من المتوقع أحيانا تكون بعض من هذه الزخات غزيرة ومصحوبة بحدوث للعواصف الرعدية، ولكن في بعض الأحيان الأجواء باردة ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام بقليل، ومتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان فقط 13 درجة جمئوية في حد أقصى. تكون الرياح جنوبية غربية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة. تبقى فرص الأمطار قائمة حتى في ساعات هذه الليلة، لكن يتوقع أن يحدث تراجع قليل. هذا التراجع يتمثل بأن تصبح الزخات المطرية في ساعات الليلة القادمة متباعدة زمنيا وجغرافيا، لكن الطقس يبقى بارد وغائم وضبابي وممطر أحيانا. أيضا يتوقع نهار هذا اليوم تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية على فترات، وقد يكون كثيف أحيانا، ذلك مرده بسبب مرور سحب وغيوم منخفضة ملامسة لسطح الأرض. نتعرف على درجات الحرارة العظمى اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد التي يتوقع أن تسجل من 16 إلى 11، في عجلون 12 إلى 6 درجات مئوية، وتكون في جرش 16-10 وفي مفرق 15 إلى 10 درجات مئوية. العاصمة عمان 13-8، أما الفضاح 120 درجة مئوية في ساعة النهار، والصغرى 14 درجة مئوية، مأدبة 14 إلى 9، في السلط 15 إلى 9 درجات مئوية، وتكون في الزرقاء من 16 إلى 10 درجات مئوية. في جنوب المملكة في الكرك 10-6، الطفيلة 11-6، أما في الشراع من 10 درجات فقط نهارا و5 درجات مئوية في ساعات الليل، وتكون في معان من 13-6، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 20 درجة مئوية. الأجواء أكثر اعتدالا والصغرى 12 درجة مئوية مع فرص أمطار أقل وتقل مع مرور الوقت خلال ساعات نهار هذا اليوم. في شرق البلاد أجواء ماطرة إجمالا لكن على فترات، وتسجل في أرويشت 15 إلى 9، الصفاوي 16-9، الأزرق 17 إلى 10 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.